مرحبا، كيفكم؟ اليوم رح نحضر مع بعض العجة التركية بالبرن بأسهل طريقة. منروح للمقادير: كاسين طحين، حبتين بطاطا، نص باقة شبت، حبتين بيض، حبة فلفل أخضر، حبة بصل، حبة بندورة، 50 جرام جبنة موزاريلا، 50 جرام جبنة بيضة، معلقة كبيرة ملح، معلقة كبيرة بيكنج باودر، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، كاس حليب، نص كاس زيت نباتي. منروح للتحضير: منحط البيض بوعاء، منضيف الملح، جاهزة وصحتين وعافية.